المغرب أكثر بلد انصدمت فيه. يعني أولا المغرب على كثرة الدول العربية اللي زرتها ولا ما هو قصورا في تقصيرا في الجميع، المغرب هو أكثر شعب رأيته في ميزتين: التدين والكرم. يعني مثلا لما تروح على المدن الجنوبية، كان معي يمكن تعرفون الداعية العزيز القدير ماجد أيوب، كنت مسافر أنا وماجد أيوب، ما لأن ماجد ما شاء الله يسافر كثير للمغرب وعنده شغل هناك وبزنس، فسافرت معه. كنت أسأل أقول له يا رجل أنا من كل مثلا إذا بنقيس مثلا على النساء، أقول له من كل 20 بنت محجبة في واحدة كاشفة شعرها، يعني الأغلب عندهم محجبين يا رجل. وثاني شيء الكرم، لو تروح المحل تقول له معليش بس أنا أبغى هذه القطعة ما معي فلوس، يقول لك سمع روح، لأنك إذا جيت باحترام تلقى كل أدب واحترام وتقدير. المغرب بلد تاريخه عظيم، مساجده، محافظتهم على الـ على الـ على الإسلام، التاريخ، رغم أنه جاهم استعمار من 3 دول، صح، جاهم من فرنسا وأسبانيا وبريطانيا، ومع ذلك الاستعمار ما غير في تراث المغرب شيء، ما قدروا، لأن الشعب كان متمسك. أنا كثير ناس يسألوني يقولون وين تنصحنا نروح، أقول نروح المغرب إذا ودكم تروحون دولة عربية، سعرها رهيب، في احترام وتقدير، ودولة مسلمة بالكامل، المساجد في كل مكان، النساء بعباياتهم ونقابهم وفي كل مكان، أي مدينة جدا يحبون العوائل الخليجية، يحترمونهم فعلا.